طنطا شوية شبه القاهرة إلى حد كبير، عمارات طويلة جدا، أدوار عالية إن هما بيتوسعوا لفوق، يعني مفيش أراضي يعني حواليها يقدروا إن هما يتوسعوا فيها، شبه القاهرة جدا بس مركزة، فيها نفس أنواع الستريس والضغط وكده يعني. المحافظات محتاجة شغل أكتر عشان مفيش شغل بيتعمل هنا، مفيش أي حاجات ثقافية. لاحظنا أول ما طلعنا الدعوة بتاعت مين حابب ينضم للورش إنه مفيش استجابة قوية خالص، مفيش أنشطة كفاية بتتعمل هنا، وبالتالي مفيش حد عامل قاعدة جماهيرية أنت تقدر من خلالها توصل للناس. اللي إحنا بنحاول نعمله من خلال مجموعة التدريبات على القصص دي، إن إحنا لما نطلع نحكيها على المسرح تبقى زي ما إحنا حكيناها أول مرة. لما نبقى بنحكي التجربة يبقى كأننا بنعزم ناس إن هم يطلعوا يعيشوا معانا الحكاية تاني. فلما مثلا سارة تحكي مش بس من الكلام بس كمان من إحساسها قادرة أعيش معاها القصة تاني. لو أنا معايا الكورة أنا ببدل يعني مثلا لو أنا معايا الكورة هبدل مع مصطفى، فمصطفى هيبقى معايا الكورة، لما بيبدل مع شخص خلاص هو هي مش معايا. 13 14 15 16 17 كنت عايز اخش الورشه لان الفتره اللي فاتت حصل لي حاجات كتير كانت صعبه قوي يعني بالنسبه لي، كل حاجه تقريبا انهارت، فكنت محتاج ان حد يسمع ده، وكنت عايز اسمع حاجات تانية من الناس اللي هي يعني تقول لي ان انا مش لوحدي وان في ناس مرت بحاجات زي او اصعب مني، فالناس دي بتدي دفعه والواحد بيبقى مرتاح لما بيحكي حاجه. وقريتها أول مرة أنا كنت مصدقاك عشان أنت كنت بتقراها وبتتفاعل معاها ك يعني كبني آدم. فأول ما دخلت الكلية بدأت أشارك في المسرح، لكن اللي حصل أكتر من مرة إن كنت بتمنع إن أنا آخد دور سواء عايزاه أو مش عايزاه بسبب شكلي بس. أنت تخينة، جسمك مش مناسب إنك تشاركي، رغم إن كان في واحدة زيي بالظبط، بس هي كانت بيضة، ده الفرق. كان نفسي أحكي تجربتي للبنات بالذات عشان نفسي يتعلموا حاجة أو يتعلموا من تجربتي، ممكن تجربتي تفيدهم في أي حاجة ما يتعرضوش لأي حاجة تعرضت لها. أنا فاكر لو رجعت لورا بالزمن شوية كان دايما والدي بيقول لي أنت قدوة لإخواتك، أنت لازم تذاكر، لازم تطلع الأول، أنت لازم ولازم، ما ينفعش تعمل، ما ينفعش تسوي. أنا فاكر مرة والدي قال لي أنا هقتلك عشان ما بتصليش. حد بعيد عن ربنا هينفع؟ دي كانت جملة والدي المفضلة. أنا مش فاكر آخر مرة والدي ضحك لي فيها غير مرة واحدة من 3 سنين، وكمان كانت في ظرف ما يسمحش. انا عموما بحس براحه وانا موجوده في وسط الجروب اللي انا فيه يعني، فده بحسه فعلا مساحه امنه. دي كانت اول تجربه ليا، فهي تجربه كويسه قوي. على نص الورشه كنا قلقانين انه ايه ده، الناس مش بتثق في المساحه ومحدش بيحكي قوي او مش بيحكوا التجارب اللي احنا بنبقى حابين ان يبقى في مساحه لها. وبعدين فجاه ابتدت قصص كتير جدا تطلع، وكنا بنكتبها وبنفوجئ لما بنديها لاصحابها ان هما بيزودوا اجزاء يمكن جريئه اكتر. انا عارفه انه وحش شكله، اخويا كان بيقول لي كده كتير، ووالدتي كانت بتقول له ربنا هيعوضها بجوازه حلوه، كأني ده ابتلاء. انا فرحانه ان انا اشارك في حاجه زي دي، ونفسي اشارك في ورش كتيره بعد كده.